يوم جديد في يوميات أعضاء جمعية سهام الخيرية الذين تفرغوا للعمل التطوعي لمساعدة من تركتهم الحياة على قارعة طريقها. الهادي سيدي محمد شاب متطوع تمكن مع رفاقه من تحويل مبادرة شبابية للعمل التطوعي إلى جمعية تكمل اليوم عامها الأول في إسهام إنساني يحتاجه المجتمع. بجهود الشباب المتطوعين الحمد لله بعض من الأنشطة وأنجزنا الحمد لله الكثير من السقايات في أحياء هشة والحمد لله وحنفيات وفيما في ذلك إطعام ثابت النزلاء الإنكولوجيا كامل كان بفضل جهود الشباب جمعية سهام الخير وأحسبه تحدي وصعوبة يقير كامل توفيق من مولانا. تخصص الشابة ياقوت الأقلال 10 ساعات من وقتها يوميا للعمل التطوعي ضمن فريقها الشبابي، وتكتفي بتقاسم السعادة معهم بالنتائج التي حققوها والفرحة التي أدخلوها على أسر فقيرة وعشرات الأيتام والمرضى. عمل تطوعي بما أنه متعب في ياسر من الإرهاق زين ودخل السرور على الناس ضعيفين ونحن نجبر في ياسر من السعادة. تزيد نسبة الشباب في موريتانيا حسب تقديرات رسمية على 65% بين السكان، فيما تسعى الحكومة إلى وضع استراتيجية للعمل التطوعي خاصة بالشباب. نعكف على وضع استراتيجية وطنية بالتعاون مع الشركاء ومنهم اليونسكو مشكورة تحمل عديد الطموحات تجاه التحديات الشبابية التشغيلية والترفيهية. ستشمل هذه الاستراتيجية برامج وطنية تطوعية معوضة بمعنى أن الأمر يتعلق بشبه تشغيل. ويرى نشطاء أن العمل التطوعي يجسد مثالا راقيا يقوم على البذل والعطاء والمساعدة في نهوض المجتمع. يعول كثير من المراقبين على دور أبطال العمل التطوعي في تغيير المجتمع ونشر ثقافة مادية العون، وذلك رغم فوضوية المجال وضعف إمكانات رواده. محمد ناشي، قناة الغد، نواكشوط.